حدثنا وكيع حدثنا مسعر والمسعودي عن الوليد بن صريع عن عمرو بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت وسمعته يقول والليل إذا عسعس. حدثنا وكيع حدثنا مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عمن سمع عمرو بن حريث يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن السدي حدثني من سمع عمرو بن حريث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفين. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحجاج المحاربي عن أبي الأسود عن عمرو بن حريث قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ لا أقسم بالكنس الجوار الكنس. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن الوليد بن صريع عن عمرو بن حريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر والليل إذا عسعس.